السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أفكار وصفات سمر من البيت. عاملين ايه؟ وحشتوني. بما ان النهاردة خدت أجازة، حبيت أنزل أجيب مشترياتي والولاد كده في المدرسة. كارفور عامل عروض، وكل تقريبا كل السوبر ماركت عاملين عروض اليومين دول، فحبيت أنزل كده ألم بعض الحاجات اللي أسعارها كويسة اللي تناسبني. فروحت كارفور وعديت على بيم كده، اشتريت بعض الحاجات من عنده. هوريكم دلوقتي بعض الاسعار اللي ممكن تنزلي تشتريها وعليها عروض قبل ما تخلص في المحلات. انا نزلت الاول كارفور وبعد كده روحت بيم. الاول عجبتني المكرونة كوين عندهم، دي شعرية، في منها انا جبت بصوا مكرونة قلم اهي، يعني بصراحة أنا جربتها قبل كده جميلة جدا. هي 350 جرام، ب2 جنيه، الكيس ب2 جنيه. ده لسه العرض ده النهاردة. وفي هنا بوك جبنة 4 ب20، الجبنة دي جميلة جدا، أنا جربتها قبل كده. في جبنة شيدر ضيافة، دي أنا ببشرها على البيتزات. وفي عرض الصلصة طبعا مع الخل، بصوا يعني انا عجبني هاينز بصراحة، عاملة عرض جميل جدا، لان الصلصة اليومين دول غالية قوي قوي قوي، يعني علشان الطماطم غالية، فالعرض ده ب20 جنيه، انا عجبني قوي بصراحة. وشاي ليبتون ده نص كيلو، ربعين هو مع بعض، ب48 جنيه، يعني عجبني برضو سعره، لان بره لقيته اغلى من كده. وعاملين عرض على عصير بيتي، استنوا كده، عاملين عرض على عصير بيتي. انا جبت بصوا في هنا واحدة عشان كانت تتضرب على الكاشير، عصير بيتي ب2 جنيه الواحدة، فعجبني قوي. كمان انا جبت المانجا، خلوا بالكم بس علشان معظم العلب اللي هناك ما فيهاش شانيمو، فخلوا بالكم اتاكدوا ان انتوا جايبين معاكم الشانمو في العلبه. تمام، ده كده بالنسبه للعصير. هناك كمان عاملين عرض على بيك كولا الصغيره، انا ده جبته علشان ادي للولاد الصغيرين وهم رايحين المدرسه، انما طبعا انا او بنوتي الكبيره او زوجي وكده بنحب واحنا رايحين برضو شغلنا، او لو قاعدين في البيت بنحب نشرب البيبسي الصغير ده، فعاملين عليه عرض ب2 جنيه ونص الواحده، هي 360 ملي، فدي حاجة كويسة عجبتني قوي بصراحة. وفير سائل جميل جدا للأطباق، عجبني قوي بصراحة، 4 لتر ب25 جنيه، هو ب24.95، عجبني قوي وبصراحة لا بينظف يعني وموفر، فيا ريت يعني هما تقريبا كارفور عاملين عليه عرض الاتنين مع بعض، او براحتك ممكن تاخدي واحد. عسل بوادي جبته ده ب15 جنيه، دي العبوة دي تقريبا نص كيلو، مش عارفة تقريبا نص كيلو. وفي هنا حلاوة الاصيل برضو، انا يعني كنت جايبة من كام يوم بوادي وكانت اغلى منها، دي ب40 جنيه كيلو، ف يعني 935 جرام، هي بصراحة جميلة جدا. خلينا كده في حاجات بيم بعدين، اوريك بس حاجات كارفور الاول. انا جبت ده، شايفينه ده ايه بقى؟ ده بذر كتان. بذر كتان مؤخرا انا اكتشفت عنه حاجات مفيدة قوي 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 قوي، وبدل الفيتامينات اللي احنا بنشتريها زي الاوميجا 3 وفيتامينات كتير قوي لتنشيط المخ والذاكرة والحاجات دي، لا ده تحفة تحفة وجميل قوي بصراحة، يا ريت تجربوه. هعمله معاكم ان شاء الله فيديو وهقول لكم على فوائده، لان يعني احنا كده ممكن نحطه على المخبوزات وهو كده ممكن نعمل بيه حاجات تانية، بس لما يطحن بيبقى افيد بكتير جدا. انا ان شاء الله هعمل عليه فيديو قريب وهقول لكم. انا جبت دي ب18.5، ودي برضو ب18.5، هو نص كيلو الواحدة. تمام، جبت برضو من كارفور الفول، جبت النص كيلو ب9.90 جنيه، فول تدميس.
وهنا القمح ب7 جنيه ونص، نص كيلو تمام. وعجبتني برضو هناك الملوخية، ملوخية سانشاين حلوة جربتها قبل كده، ملوخية مجمدة ب4 جنيه كيس، صراحة جميلة قوي. استنوا كده، وده عرض زبادي دانون ب15 جنيه وحاجة تقريبا، والجبنة الرومي عليها عرض الكيلو كتلو عليها عرض الكيلو ب50 جنيه، بصراحة جميلة قوي، وجبنة قديمة مش جديدة، حلوة عجبتني. وفي هناك عرض الموتزاريلا بقى براحتك، بتاخدي كيلو ونص ربع اللي انت عايزاه، في باكت على بعضه، فعرض الموتزاريلا هناك جميل قوي بصراحة. انا تقريبا خدت كل الاطباق اللي انا جبتها ب16 وحاجة، 16 يعني انا قلت في حدود كيلو تقريبا عشان بتنفعني في البيتزات والحاجات دي. بس دي حاجات كارفور. جبت كمان عاملين عرض على التفاح، التفاح السكري عاملين عليه عرض ب20 جنيه، بصراحة تفاح جميل جدا، انا مش اول مرة اجيبه من هناك، دي تاني او تالت مرة اجيبه. تفاح جميل قوي عجبني. استنوا كده هقولكم، نضيفة التفاحة، بصوا لا بصراحة حاجة كويسة، ف20 جنيه يعني لا كويس بصراحة، مفيد جدا. يعني ممكن تديها لطفلك معاه المدرسة وهو ماشي او خلال اليوم كده، دي بتبقى حاجة جميلة قوي. وعايزين نمشي كمان على المقالة اللي بتقول كل تفاحة كل يوم ما تجيلكش امراض، بس مش فاكراها بالظبط يعني. والبرتقال هناك 3 كيلو ب10، برتقان كويس يعني، هو مش اصفر قوي، هو فيه بعض الخضار، ف يعني هو كل التفاح اللي في السوق دلوقتي بالشكل ده، فبالنسبه لل سوري قصدي البرتقان، فبالنسبه للبرتقان اللي في السوق بالشكل ده هو كويس قوي كده ب3 ب10. رحت بقى بيم وجبت، ما لقيتش طبعا هناك العدس، لقيته غالي قوي 30 جنيه وحاجات غريبه كده، فرحت بيم الكيس ده ب10 جنيه، نص كيلو، فجبت كده يعتبر كيلو ب20 جنيه. انا حبيت اوريكم يا جماعه الحاجات اللي انا اللي عليها عروض، يعني انا جايبه حاجات تاني ما عليهاش عروض ما وريتهالكوش، فاهمني؟ فالحاجات دي بس علشان اللي عايز يلحق ينزل يشتري. ده العدس. ايه تاني هنا؟ الكاتشب ده برضو من بيم ب10 جنيه. ودي كمان، دي بقى انا بقالي فتره مش عارفه اعمل ايه من غيرها. الهريسه، هريسه الشطه، انا كنت بجيب هريسه وبعملها في البيت، بجيب شطه وانا اللي اعملها، بس بصراحه اليومين دول انا مش فاضيه بالمره، معلش مشغوله في شغلي، حتى مش فاضيه للقناه، يعني عايزه ابتدي اتفرغ لها الايام اللي جايه دي باذن الله. فاشتريت الهريسه دي ب9 جنيه ونص، بصراحه يعني جميله جدا، احسن 100 مره من ان انا اروح اشتري واقعد اعمل في الفلفل واقطع، وهو سهل اللي عمايله وعملته قبل كده، بس هو مش وقته يعني، انا مش فاضيه دلوقتي، فحبيت ان انا اشتري دي. دي برضو كاتشب تاني، بس ده حار ب12 جنيه من بيم. وطحينه، الطحينه دي انا جربتها قبل كده وكويسه جدا، الطحينه اللي في كارفور ب40، ف يعني انا استغلتها شويه، بس هي رشيد الميزان حاجه نظيفه. دي ب30، 29 وحاجة، ونص كيلو، يعني انا جربتها قبل كده طحينة كويسة جدا بصراحة. اللي بحبه جدا من بيم هو الكوكيز، الكوكيز ده كان بيتباع ب3 جنيه وحاجة، معرفش لقيت عليه عرض الواحدة ب2 جنيه، بس طعمه تحفة، انا بحس كده لما باخدها بره اي حاجة كاندي كده على السريع، بتقفل معايا بصراحة، دي حاجة كويسة جدا. واللي نازل بقى اليومين دول البسكوت اللي بالشوفان، جميل قوي 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 بصراحه، ده بقى فعلا ده للناس اللي بتخسس واللي بتحب تاكل بره حاجه على السريع كده، ده بيقفل خالص. بص هما البسكوتين صغيرين بس تحفه، الشوفان الذهبي جميل قوي قوي ب2 جنيه. النهارده انا اشتريته من كارفور قبل كده ب2 جنيه، بس النهارده لقيته اغلى من 2 جنيه، فاشتريته من بيم الواحده ب95 قرش، يعني اشتريت علبه على بعضها يعني الواحده ب2 جنيه، بس دي حاجه جميله جدا.
وجلاش البريمو جبته برضو من بيم، الواحدة ب2 جنيه، سوري الواحدة ب5 جنيه، نص كيلو. هو كمان لا 400 جرام، 400 جرام. فجبت 2. دي النهاردة كده الحاجات اللي انا جبتها وعليها عروض. نسيت اقول لكم على التونة، التونة المفتتة انا جبت 2 مفتتة و2 قطع. المفتتة دي ب10 جنيه، جبت 2. وفي القطع جبتها ب15 جنيه، دي تيستي بو او بي، جميلة جدا بصراحة. لا تيستي بوي، ودي تونيلا. تونيلا دي جميلة برضو، حلوة، انا جربتها قبل كده ب10 جنيه. هي دي مشتريات النهاردة. في كده حاجة جبنة انا قلت اجربها برضو من كارفور، جبنة قشطة. انا ما بحبش الجبن الطرية او ان انا اشتريها سايبة، بس خدت كده كمية بسيطة من هناك. هم عاملين عروض على حاجات كتير جدا، اللي حابب يروح يشتري قبل العروض ما تخلص، لان ما شاء الله ما شاء الله يعني الناس هناك كتير قوي ونازلين هجوم على الحاجة. فان شاء الله الحاجة تعجبكم، ويا رب اكون افدتكم حتى ولو بمعلومة بسيطة جدا. ولو اي سؤال اي حد عايز يسألني اي حاجة يكتبها لي في الكومنتات، وانا باذن الله هرد عليكم. واتمنى اكون افدتكم النهاردة، ويا رب الفيديو يعجبكم، ويا ريت بقى لايك، واللي ما اشتركش في قناتي يدوس على الزرار الاحمر او اشتراك او سبسكرايب. باي باي، يا ريت تدعموني بلايك. مع السلامة.